مشاهدينا اهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء في هذه الجوله وقت الذروه. احنا كنعرفوا ان هذا الوقت هو وقت معاناه بالنسبه للبيضاويين، يعني مرتادي الطرق سواء على السياره ديالهم او لا مطر او لا الطوبيس، اي وسيله كانت وسيله خاصه ولا وسيله اجتماعيه، فكيلقاو واحد المعاناه في هذا الوقت خاصه مع الاشغال. كنعرفوا ان الدار البيضاء مختلف المناطق اللي بالدار البيضاء كتعرف واحد الاشغال ما يزيد عن سنتين تقريبا، فهذا زاد خلق هذا الاكتضاض وزاد خلق هذا الاختناق المروري. وهانتوما كتشوفوا يعني كيبقى الانسان واقف مده طويله، عاد ممكن الاشاره يوقف فيها ثلاثه المرات او اربعه المرات. الحمد لله في هذا الوقت كنتمنى غير ضبط الاعصاب والانسان راه غادي يوصل لدويرتو، غادي يوصل اولا الغرض اللي هو قاصد، مهم غير نتمنى يوصل على خير وبخير ما يوقع حتى شي مشاكل، هذا هو الاساس. كيجي الانسان غير خطيوة كيوقف تاني. اش من حي هذا؟ احنا في وسط المدينة في سونتر فيل، قريبا يعني غيتم افتتاح الناس ديال المدينه المكان اللي كنعرفوا الكره الارضيه، وهكا كنظن انه غيولي حديقه. كاينه الاشغال تما، نتمنوا خير ونتمنوا هاد الهندسه الجديده تكون خير اكيد الشكل ديال الكره الارضيه، بحكم انها راه معلمه في مدينه الدار البيضاء ما غاديش تغير، وانما غير تحت الكره الارضيه الناس القدام ديال الدار البيضاء كيعرفونا كانوا الدروج في الكره الارضيه، كان بعض الوقت كانوا البيعه المتجاورين شويه ولا شويه كيشكل واحد الخطر. الاصلاحات كاينه في هذاك المكان وقريبا غيتم الافتتاح. خلاص البيضاويين اعتادوا على هذه المسألة، كيعرفوا ان هذا الوقت كيكون زحام بزاف، غير هو اللي يلا غيجي للدار البيضاء او لا يجي على شي غرض مشي مدينة شوية ما كيكون الامر عنده صعيب انه في الاشارة الضوئية يوقف بزاف المرات، كتجي الامر صعيب، ولكن حنا النادي الدار البيضاء صافي اعتدينا على هاد المسائل. وكاين كاع اللي كيتجنب يخرج في هاد الوقت كيقول لك هاد الوقت تخفف الدنيا شويه عاد نتحرك.
الساكنة ديال كازاخ تستعمل الدراجة الهوائية باش تقلل من حركة باش تقلل من الاكتظاظ. كاين بعض الناس فعلا كاين اللي كيستعمل الدراجة الهوائية، كاين اللي كيفضل انه تكون عنده الموتور، وعنده الموتور دار كيقول لك هذا كنوصل به بشكل اسرع. الناس ديال الطوموبيلات طوبيسات كذلك هكا يعني اللي كيستعملهم كتاكسيات كياخذوا واحد الوقت شويه، والحمد لله ان ديال كازا راه ولفوا. إذن بهذا أستودعكم مشاهدينا في أمان الله، إلى اللقاء.